إذن فاليوم يقوم السيد وزير العدل بزيارة للمحكمة الابتدائية بطنجة في مقرها الجديد. هذا المقر الذي يعد صرحا معماريا جميلا هو اليوم في خدمة المتقاضين بمدينة طنجة، وطبيعة الحال رهن إشارة الأسرة القضائية طنجة، وهو ما سيخول لنا تحسين وبشكل كبير الجودة ديال الخدمات التي تقدمها المحكمة، سواء الخدمات القضائية أو الإدارية منها. والافتتاح المقر المحكمة الجديد يندرج في إطار السياسة التي تنهجها حكومة صاحب الجلالة ووزارة العدل على الخصوص بتحسين وتحديث محاكم المملكة وبتوفرها على خدمات تسير التكنولوجيا الحديثة، وهو ما يجعل القضاء في خدمة المواطن كما نادى بذلك جلالة الملك أعز الله أمره. في البداية أؤكد أن تشييد هذه المحكمة يندرج في إطار السياسة والتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى النهوض بأوضاع بنايات المحاكم، وكذلك تأهيل البنيات التحتية للمحاكم. الحمد لله نفتخر اليوم بهذا الإنجاز، وهذه المحكمة هي من محاكم الجيل الجديد ومن البنايات الذكية. رعي في تشييدها عدة اعتبارات وأبعاد، منها ما يحقق النجاعة القضائية والشفافية والفعالية، وكذلك يسر وصول المتقاضي والمرتفق إلى المعلومة القضائية والقانونية والاطلاع على الملفات. فإحنا اليوم الحمد لله نتوفر على محكمة في حجم مدينة طنجة الكبرى. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.